تكون موجودة، الخدمات راح تظلها متوفرة في الـ في الـ في الأطراف، يعني الجمعية أو أي مؤسسة أخرى راح موجودة في المجتمع الفلسطيني لن تلغى لأنه موجود هذا المركز. بالعكس، هي راح تسهل وصول المرضى لهذا المركز، وحط يعني يضع المريض في الاتجاه الصائب من البداية. الكشف المبكر والزيارات البيتية للمرضى المصابين بالسرطان في الحالات المتأخرة هذا مهم جدا. يعني خليني أضرب لك مثال، تفضل. فلسطين تفتقر إلى العلاج الملطف لمرضى السرطان. ايش معناه هذا العلاج ايش معناه؟ الملطف؟ انه المريض السرطان يمر في مراحل 1 2 3 4، المرحله الاولى راح يكون كويس، ياخذ علاجه ويمارس حياته، والثانيه الثالثه ولكن الرابعه راح يسيطر عليه المرض. قاسيه جدا. قاسيه جدا. هسه المريض في هذه المرحله راح يعاني من الام مزمنه، هو بحاجه لكل يوم تقديم علاج له من مسكنات ومن ادويه ومن ابر كيلو والامور هي كلها. مين راح يقوم بهذا الشيء؟ شو السيناريو اللي عم بيصير؟ المريض في هذه المرحله واهل المريض راح يعانوا من مشكله كبيره، بحيث انه المريض كل يوم راح ياخذوه على طوارئ المستشفيات في فلسطين بحيث انه ياخذ هذا العلاج ويروح على البيت، وهذا السيناريو كل يوم يعني متكرر. شو موجود بالعالم؟ موجود بالعالم شيء ثاني، موجود بالعالم برنامج العلاج الملطف اللي احنا كجمعيه بنسعى ان احنا نحققه في فلسطين، بحيث انه يكون قسمين، الشق الاول راح يكون طاقم طبي متخصص يزور المرضى هذول في بيوتهم، حرام المريض في هذه المرحله يتنقل صح. بين البيت وبين الطوارئ، يسافر برا البلد كمان يعني، وكمان يسافر برا البلد، فبالتالي راح يكون في عندنا ان شاء الله اذا توفقنا بهذا الهدف انه احنا نحققه، راح نكون في عندنا مثلا برنامج متكامل لهذا الموضوع، بحيث انه المرضى ينزاروا في البيوت، ينعطوا العلاج اللي بيحتاجوه في البيوت، والمرحله الاخرى راح يكون مركز علاج ملطف، هي عباره عن زي مستشفى مصغر لهذول المرضى، بحيث انه الطاقم اللي بزورهم في البيوت ينقلهم الى المركز الهوسبيس على اساس يتلقوا العلاج. واخيرا انا شايف انه البرنامج عم ينتهي، اخيرا احنا اليوم في مقر الجمعيه في احياء ل او تذكير بمرض السرطان من خلال اليوم العالمي للسرطان، عندنا في مقر الجمعيه ايفنت كامل بخص اطفال السرطان، وعندنا في البلد بالتعاون مع الامانه العامه للكشافه وبالتعاون مع جامعه بيرزيت في عندنا يعني فعالية من خلال الكشافه راح تطلع في البلد. نشكرك دكتور بلال ابو فخيده، اخصائي جراحه اورام ورئيس جمعيه الحياه لمكافحه السرطان. يسعد صباحك. شكرا لك. سلام على الجميع ان شاء الله. دائما. زميلتنا زينه عبد الصمد موجوده في مخيم برج البراجنه في لبنان، وراح تحكي لنا زينه عن المواهب الموجوده في المخيمات الفلسطينيه. يسعد صباحك زينه، اهلا ومرحبا بك معنا الى فلسطين هذا الصباح. صباح النور لك لكل مشاهدي تلفزيون فلسطين. مخيماتنا مخيمات الشتات مثل ما هي بتتوجع وبتتألم، كمان عندها جانب مشرق هي المواهب الفنية الشابة يلي عم بتكون بكل المخيمات، هيدا لأنه بتحرص مخيماتنا على أنه تنمي هيدا الجانب الإيجابي والمضيء من حياة شعبنا، لأنه كمان الشعب الفلسطيني ليس فقط شعب يتوجع، ليس فقط شعب يئن، بل أيضا شعب يبدع في كافة المجالات. اليوم رح نكون عم نحكي عن المجال الفني الغنائي، معنا طبعا عدد من الفنانين من المواهب الشابة بالإضافة للقيمين عليهم. بدنا نرحب أنا وياكم مشاهدينا بضيوفنا، أهلا وسهلا فيكم أيمن أمين، أهلا وسهلا فيك حبيبي. أخ مصطفى زمزم نورتنا، الفنان الفلسطيني الساطع بمخيمات لبنان. إبراهيم عياش أهلا وسهلا فيك أيضا. سعيدة مرسي أهلا وسهلا فيكم. بداية حضرتك بمؤسسة فنية تعنى بالإضاءة على هيدي المواهب الشابة من عمر صغير وحتى بسن متقدم مثل ما شفنا من أيمن لإبراهيم، قد إيه عندكم حرص على الإضاءة على هيدا الجانب؟ يعني أول شيء بوجه تحية من خلال تلفزيون فلسطين لجميع أهلنا بفلسطين وبالشتات وين ما كانوا، ولجميع الأحرار بالعالم. واحنا مخيم برج براجني اسسنا مؤسسه باليستا لاحتضان المواهب الفلسطينيه والاصوات الفلسطينيه بجميع المخيمات وحتى برج المخيمات، حتى في عندنا مواهب عربيه كمان مش بس فلسطينيه. فهلا بتشوف عندك ايمن، عندك
رأيين بعد في عندي 15 شاب وصبية كلها أصوات مميزة. نعم. يعني وجدت المؤسسة لاحتضان المواهب. نعم. بدي أحكي مع أيمن. أيمن حبيبي، تعرفنا أكثر بحالك، أنت من وين؟ من فلسطين. ليه اخترت الغناء؟ خبرنا. شيء أنا بحب أشكر تلفزيون فلسطين، وأنا من يافا. أنا اخترت الغناء لأني أنا وصغير لما كنت أول ما بلشت غني، لما كنت غني أنا ما كنت غني هيك يعني لغني ولا صير فنان. أول شيء كنت غني أنا كنت حس بالكلمة، لو كيف كنت حزين بغني على الحزن، كنت فرح إنه فرحان بغني على الفرح. ورجعت بعد جيت عند الأستاذ مصطفى زمزم، دربني وعلمني وثقفني زيادة، فصرت غني لصير نجم لخلي شعبي ينبسط إنه في عنده موهبة إنه يفرح فيها وتغني وينبسط ويسمعها. غنيت على مسارح كبيرة بالعالم العربي، غنيت بالمخيمات، بس ما صار لك تغني بفلسطين. أقول لك لو غنيت بفلسطين شو بيتغير عليك؟ تغير أكيد كل شيء، لأنه فلسطين أمنا وأرضنا هي يعني، بس الواحد يكون فيها شعوره وكيف عم بغني كل شيء يعني بيتغير من غير وين هو ساكن. طيب إذا ببداية حديثنا بدنا هيك نقول موال أو غنية، هيك مقطع من غنية لفلسطين، شو بتقول هيك لحتى تصبح على مشاهدي تلفزيون فلسطين؟ يا توتة الدار صبرك عالزمان نجار، لا بد منعود مهما طول المشوار. توتة الدار حلفتك بفرقتنا، خلي جناك يحمى مع الغاص بالغدار. هو ولاي. يسلم تمك يا ايمن. اخ مصطفى، قديه الجانب الآخر هو صقل الموهبة مهم لحتى يطور هيدا الجانب الفني اللي موجود بشخصيته كشخصية فنية، قديه مهم أنه يكون عم يصقل موهبته؟ يعني كل إنسان بخلق عنده موهبة، لكن بحاجة مين ينمله إياها ويتعب عليها. يعني أيمن من الأصوات المهمة، وبإذن الله حيكون صوت فلسطيني مميز. لو أيمن ما اهتمينا فيه وصقلنا موهبته كان ضلوا مثل ما هو، وشوي شوي راحت الموهبة. يعني أنا بقول الله يعطينا العمر وإحنا موجودين لحتى نخدم هالشباب ونسقل موهبتهم حتى نوصلها للعالم، ونوصل للعالم أنه إحنا داخل المخيمات عم تطلع من عنا مواهب فلسطينية مميزة. داخل المخيمات عنا دكاترة، عنا مهندسين، مش معناته إذا في واحد بيعمل مشكل أو اثنين بيعمل مشكل مثلا معناته شعبنا. إحنا في ناس بتخاف تفوت على المخيمات، لا، إحنا على المخيمات فات معين شريف، فات وديع الصافي لما كان عايش، فات جورج الصافي، فات فنانين كبير، وبعدها فنانين عم تيجي وبتزور المؤسس وبتزور المخيم. فمخيمنا صدقيني مخيمنا ثقافي غير ما العالم بتفكر فيه، وإحنا شعب مثقف، وبإذن الله من هالمخيم حتطلع مواهب وتهز العالم العربي بإذن الله. إن شاء الله. الموهبة الشابة أيضا إبراهيم، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك إبراهيم، خبرنا عن تجربتك الفنية. تجربتي بداياتي أنا كنت صغير، كنت أغني، كنت أدندن، فبالصدفة عمتي بتسمعني أخذتني عند أستاذ موسيقى اسمه محمد يونس، بوجه له الشكر، فأعطاني أول أغنية كان عمري شي 7 سنين، هي يما موالي الهوى، هاي أول أغنية غنيتها أنا. بعد هيك كان هدفي مش تعليمي، كان هدفي كونسيرفاتوار، والحمد لله قدرت أتوفق بالتنتين، خلصت علمي وخلصت كونسيرفاتوار ما شاء الله. وغير هيك بلشت أشتغل برا وغنيت بكل المسارح بكل المطاعم، بس كنت أحرص على شغلة إنه أنا فلسطيني، لأنه إحنا من المعروف إنه إحنا شعب محروم من كتير أشياء،
محروم من انه اذا تعلم يشتغل، محروم انه اذا كان مثقف يبدع بالشيء، لانه ضمن يعني ضمن اطر محدده ومكبله اذا بدك. فكان دائما النجاح مش الشيء اللي اخده بالماده او شيء، الشيء كان بالمعنى، وانه انا فلسطيني، ابراهيم الفلسطيني. أه. عرفت كيف؟ والحمد لله قدرت اوصل لكثير امور. تعرفت على اخوي الكبير مصطفى زمزم بحفله كان عندنا بنهر البارد، انا ابن مخيم نهر البارد ولكن ساكن بالبرج. تعرفت عليه وكان لي الشرف اني اتعرف عليه، بس كنت صغير كثير. سمع صوتي وحبني كثير. راحت الايام 10 سنين وفجاه بدق التليفون مصطفى زمزم، في عندنا فرقه وبدي اياك تكون موجود وكذا وكذا وكذا. اهتم فيني ورعاني، وكانت رعايته كمان من خلال مؤسسة باليستا اللي أنا بوجه لها شكر، للأخ سيان الغضبان. وكانت المسيرة الفنية على الصعيد على الصعيدين، الفني الحديث والوطني، كانت الحمد لله لحد الآن الحمد كمان لله. عملت أغنية خاصة، عرفنا كان عندك تجربة بالغناء الخاص من إنتاج مؤسسة باليستا. طيب نحن طمعانين انه نسمع مقطع من هيدي الغنية. ان شاء الله يساعدك بس جو المخيم والعجقة. اكيد. على اطلالي من رحلوا، تنادي من بناها وقال القلب ما فعلت بك الأيام يا دار. هنا كانوا، هنا حلموا، هنا رسموا مشاريع الغد الآتي، فأين الحلم والآتي؟ وأين هم؟ أين هم؟ قولوا يا دار. وها أنتم كصخر جبالنا قوية، كزهر بلادنا الحلوة، فكيف الجرح يسحقني، وكيف اليأس يسحقني؟ آه كيف أمامكم أبكي يمينا، بعد هذا اليوم لن أبكي. وكيف أمامكم أبكي يمينا، بعد هذا اليوم من أبكي؟ من أبكي؟ شكرا لك، يسلم تمك. أخ سعيد، الاكتشاف لهالمواهب كيف عم بيتم بمخيمات لبنان؟ نحن بمخيماتنا في عنا مواهب كثيرة. صحيح. وفي نحن من خلال المؤسسة طبعا بنعمل تواصل مع كل المخيمات والأشخاص اللي بتهتم بهذا العمل الفني طبعا. ونحن كمؤسسة طبعا رائدين انه نطور هذه المواهب ونشتغل عليها، ونشتغل على هاي المواهب خاصة من المواهب الصغيرة، المواهب الصغيرة اللي نشتغل عليها ونطورها فنيا. وهلأ قريبا كمان نحن كمؤسسة بيصير في عنا معهد مثل معهد الكونسرفاتوار، كثير مهم بقلب المخيم طبعا لتطوير وتنمية هالمواهب اللي عند الأطفال والكبار، واي حدا بحب يشارك كمان نحن بنقوي له هي الموهبه ونطور له اياها. طيب هيك مشروع قد ايه بحاجه لامكانيات كبيره يمكن ولدعم مادي كبير؟ هيك مشروع طبعا بحاجه لهيك لدعم، ونحن بالنهايه كمؤسسه بنعمل اللي علينا ونعمل واجبنا ونشتغل على هذا الموضوع. ومهمة طبعا الأخ مصطفى لأنه هو مدير المؤسسة ورائد على هالمشروع. نعم. طبعا عم نشتغل مع رجال الأعمال وعلى رأسهم الأخ سائر الغضبان، يعني هو تبنى هذا الموضوع
وعم نحاول نحن بالنهاية كمان شخص واحد ما بيقدر يعني كمان يغطي حتى مثل ما بقول الإمكانيات المطلوبة، بس المهم الواحد كمان يقدر يعمل اللي عليه ويشتغل وبالنهاية نعم على الله. على الله طبعا. بدي احكي مع ابراهيم كمان. ابراهيم، فكرت انك تشارك ببرامج هواة يلي عم بتكون هيك بالعالم العربي؟ هلا هي الفكرة موجودة ولكن ناطرين شوي للأخ مصطفى زمزم يساعدنا أكثر وإن شاء الله خير. يعني شعرنا بمراحل سابقة إنه المواهب الشابة الكبيرة، يعني ما بدنا نقول عن أيمن بسن متقدم أكثر، يلي هي من مخيمات لبنان، عم بتكون تلاقي صعوبة يمكن أوراقها ثبوتية أكثر لا يؤخذ فيها للسفر بالعالم العربي، عندكم هيك مشكلة كفنانين؟ يمكن هذا الشيء اللي بخليني أنا بعدني متردد شوي بفكرة إنه أقدم على البرنامج. نعم. لأنه في أصوات كتير بتستحق فلسطينية وقدمت ولكن لظروفها ولمعيشتها كأنه فلسطينية لجأت بلبنان عم بتلاقي عم نلاقي صعوبة كتير بالأوراق، فلهذا الشيء مترددين شوي. نعم. مصطفى، كلمة أخيرة بالنسبة للشباب، بالنسبة لهالأجيال الصاعدة يلي عندها مواهب غنائية كبيرة، شو بتقولوا لها؟ يعني أول شيء الواحد بس يجي عندنا على المؤسسة، أول شيء بعلمه عليه هو الصبر، بخليه يكون صياد. لأن إحنا غير بالصبر ما بنوصل، العالم كله علينا. يعني حكى كلمة إبراهيم، حتى بالبرامج عم نواجه الصعوبة فلسطينية لبنان، بعض البرامج ممنوع يقدم مثلا مزبوط. فلسطيني من لبنان، ما بعرف يمكن إذا أجا واحد أوروبي يقدم، بس فلسطيني لبنان فهي كتير عم نواجه مشاكل فيها. فأنا لكل موهبة فلسطينية بقول لها الله سمانا بكتابه شعب الجبارين، وقال الشهيد الراحل ياسر عرفات هذا شعب الجبارين، فإحنا شعب جبار. فبقول لكل المواهب نصيحة من أخوكو الصغير، مش أخوكو الكبير، أخوكو الصغير مصطفى زمزم، الإصرار أهم شيء، انضم على إصرار. يعني بإذن الله تعالى قريبا حتسمع نجوم كتير فلسطينية وحنوصل صوت فلسطين للسماء رغم أي صعوبات بإذن الله تعالى. وشكرا لتلفزيون فلسطين. شكرا لكم، يعني كتير الشكر لاهتمامكم بهالمواضيع وخصوصا المواهب الفلسطينية. شكرا لكم. أهل الواجب، بدنا نشكركم لحضوركم، بدنا نتمنى التوفيق لأيمن بكل خطواته الفنية المستقبلية القريبة، ولإبراهيم طبعا. شكرا مرة تانية لحضوركم. مشاهدينا، فقرتنا من بيروت برج البراجنة خلصت، عودة لاستديوهاتنا برام الله. شكرا لزميلة زين عبد الصمد، كانت معنا هذا الصباح من مخيم برج البراجنة في بيروت، وكانت هذه هي المحطة الأخيرة من فلسطين هذا الصباح لهذا اليوم. يعني نتمنى لكم نهاية عطلة أسبوع سعيدة وموفقة، والسبت بإذن الله يتجدد اللقاء. نهاركم سعيد وفي أمان الله.